طبعا كنا مع حضراتكم من مقر إقامة فريق النادي الأهلي، وخلينا بقى دلوقتي نتكلم عن إصابات الملاعب، إصابات الملاعب اللي ممكن تكون لأي لعبة لأي لاعب وهو أثناء يعني تدريباته أو حتى وهو في الماتش، وممكن كمان تكون على المستوى الفردي. إزاي ممكن إن إحنا يبقى عندنا كده طرق للوقاية، وإزاي نتجنب أي إصابة ممكن إن هي تحصل؟ خلينا نعرف كل التفاصيل دي من دكتور هشام أحمد الوصيف، استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. منورنا يا فندم. ده نور كله، منور الدنيا. اهلا بحضرتك وعايزين يعني مبدئيا هنتكلم بشكل عام، بعد كده ندخل مع حضرتك في التفاصيل اكتر. جميل. او اشهر الاصابات اللي بتكون دايما موجوده في فرق رياضيه مختلفه، مش بس كره القدم، في قواسم مشتركه في بعض الاحيان. مظبوط، احنا دايما بنبص للاصابات على اساس ان هي اصابه سواء للاعب او للشخص اللي بيمارس رياضه عامه. فبنيجي نبص ان في اشهر الاصابات اصابه الرباط الصليبي سواء امامي او خلفي، والاكثر بيبقى الامامي لانه اكثر عرضه للاصابه. بعد كده بنخش على مشاكل بقى الاربطه سواء داخليه او خارجيه في الركبه برضو، لان دي اكثر حاجه بتحمل عليها، سواء انت بتستعمل ايدك في اي كره مثلا بنلعبها، كره الطايره، كره التنس، كره السكواش، اي رياضه بنلعبها بنستعمل رجلينا، فاكثر اصابات بتيجي في الركبه. بعد كده بيجي اصابات الكتف، بنلاقي اصابات الكتف من الحاجات المتكرره، خلع الكتف، اصابه الوتر بتاع الكتف، ودي بتبقى شائعه جدا في الفتره الاخيره نتيجه ان الشخص مش بيسخن كويس او مش بيأهل نفسه. بعد كده عندنا اصابات الاطراف سواء الكاحل سواء الايدين، دي من الحاجات برضو اللي بتبقى دقيقه شويه وبتبقى اصاباتها شائعه برضو في الفتره الاخيره. دي الحاجات المجمله اللي بيصاب بيها الرياضي اثناء ممارسه رياضته. طيب خلينا نعرف من حضرتك، يعني هل ممكن انا دلوقتي لو اتمرنت كويس هل ده بيحميني يعني برضو من ان انا يحصل لي اي اصابه؟ وهل لو حصل اصابه هل بتفرق برضو من زي ما حضرتك قلت او ذكرت دلوقتي الشخص المتمرن كويس ومتاهل للمباراه مثلا عن غيره او للتمرين عن غيره؟ يعني هل النسبه بتبقى مختلفه؟ النقطه دي مهمه جدا. ده بيرجع لاسباب الاصابه، احنا ليه بنصاب باصابات رياضيه؟ نتيجه ان الشخص غير مؤهل. احنا زي ما احنا عارفين سبحان الله ان الجسم بتاعنا عباره عن منظومه متكامله، في جهاز عضلي عباره عن العظم والعضلات والاربطه، وفي جهاز دوري دموي اللي هو الاوعيه الدمويه والقلب، وفي جهاز التنفسي اللي هو عباره عن الرئتين اللي بياخدوا الاكسجين. لو الاكسجين نقص عندي بيبقى الشخص عرضه للاصابه، فبالتالي لازم نعمل تاهيل للجهاز التنفسي، لازم يبقى في تقويه للجهاز التنفسي لاستقبال اكبر قدر من الاكسجين. الجهاز الدوري الدموي كل ما حسنا الدوره الدمويه للكتله العضليه فبالتالي انا قللت فرص الاصابه. لما يبقى الشخص عنده الوعاء الدموي عريض او كبير بيوصل دوره دمويه بصوره كافيه، غير للشخص اللي هو غير مؤهل رياضيا ان هو الدوره الدمويه عنده ضعيفه للعضله فبالتالي الاصابات عنده متكرره. نبص بقى للشق اللي هو المسؤول عن العضلات او الحركه، العضلات والعظام والاربطه. احنا عارفين ان الوسيله الاساسيه للدفاع اللي هي العضلات، لان ده اول حاجه بتعمل دفاع عن المفصل او عن الاصابه اللي ممكن تحصل للرياضي. لو العضلات عندي ضعفت يبدا يخش على المرحله اللي بعدها اللي هي الاربطه. فبالتالي احنا دايما بنقول ان نحاول ان احنا نعمل وقايه، الوقايه خير من العلاج. لو الشخص بدا يعمل تاهيل كامل لجسمه عن طريق الاحماء المستمر، حتى لو هيلعب اي رياضه، حتى لو هو مش متمرس رياضيا، شخص ده فعلا من النقط المهمه جدا. وبعيدا عن الناس اللي بيلعبوا بشكل احترافي في فرق معينه في رياضات معينه، في ناس بتروح الجيم بس يعني على ذكر العضلات، ففكره الاحماء والتسخين دي نقطه في منتهى الاهميه اكيد، خصوصا الفتره اللي فاتت فتره الكورونا والقعده في البيت. الناس اللي كانت حتى بتلعب وبطلت هيرجع يبدا يلعب تاني، لازم تعمل احماء مهم جدا، احماء تحسين للدوره الدمويه والجهاز التنفسي زي ما احنا قلنا، تأهيل للعضلات انها بتبدا تسخن، زي ما بنقول بنسخن العضلات عشان الدوره الدمويه تتحسن، بتعمل استطالات لان الاستطالات من الحاجات المهمه في التأهيل او التسخين. يعني انا لو العضله عندي فيها قصور او ان هي قصيره شويه ده بيخلي فرص الاصابه اكتر، لان الالياف العضليه عندنا بتبقى متقلصه فبالتالي الحركه بتاعتها او الليونه بتاعتها مش موجوده. طب انا اعرف منين ان انا كده سخنت يعني كده كفايه لو انا مش بتدرب مع مدرب معين؟ حلو. اعرف منين ان انا كده كفايه احماء وادخل بقى على الممارسه الرياضيه بشكل مباشر؟ لما بنيجي نعمل احماء بنقول ان احنا دايما بنبتدي من 5 ل 10 دقائق، عباره عن شويه هروله في المكان او جري بسيط، عباره عن قفز بسيط، عباره عن ان انا اعمل شويه تمرينات كامله للمفصل، حركه كامله للمفصل،
عباره ان انا اعمل استلات، ان انا لو انا بعمل استلات للرجلين بحاول ان انا اجيب مشط رجلي وانا واقف، احاول ان انا اجيب ايديا للاخر. كل دي تمرينات بنعمل بيها استطاله او تسخين للمفصل ان احنا داخلين على رياضه. ودايما لما بنحب ندخل في اي رياضه ندخل تدريجي، ما اخشش بقوه العزيمه بقى ان انا خلاص داخل عندي الحماس وان انا هلعب بقى رياضه، فبالتالي هيحصل اول ما بدخل اصابه او يحصل تقلص عضلي، شد عضلي او مزق في الرباط او مزق في العضله، فبالتالي هضطر ان انا اتوقف عن ممارسه الرياضه اللي انا بحبها. وللاسف في ناس مشوارهم الرياضي بيقف نتيجه اصابه او ان هو اهمل في قصه الخمس دقائق العشر دقائق التسخين. طب بس يعني هقول لحضرتك اللي انا اعرفه لو انا كنت فاهمه لحد دلوقتي، مثلا التسخين لما بروح الجيم انا بلعب اللي هي على الكارديو عجل او مشي، الله ينور عليك، ده ربع ساعه مظبوط. مفيش اي حاجه ثانيه بعملها وبعدين بتمرن، هل ده غلط ولا ده ايه؟ لا، احنا التسخين اللي احنا قلنا عليه اللي هو الكارديو في الاول من خمس لعشر دقائق ربع ساعه، ده مهم جدا لاي حد بيمارس رياضه. وبعد كده يبدا يعمل حركات دائريه او زي ما احنا قلنا حركات كامله للمفاصل اللي هيشتغل عليها. بالظبط، يعمل استطالات للايدين، يبدا يعمل استطالات للدراع كله، يبدا يعمل حركات دائريه للكتف، يبدا يعمل استطالات للرجلين، لان دي بتساعد جدا ان تزود لك حتى كفاءه العضله لما بتيجي تعمل تقويات او انك بتشيل وزن على عضله فيها استطاله، بتجيب معاك نتيجه احسن بخلاف لما بعمل تمرين لعضله اصلا متقلصه، اجهادها بيبقى اسرع، ما بتوصلش للماكسيمم بتاعها، ما بتوصلش للنتيجه الكامله بتاعتها في التقويه، فبالتالي انت بتفقد جزء كبير من مراحل التدريب بتاعك اللي ممكن اصلا يوصلك لمستوى احسن في ممارسه الرياضه اللي بتمارسها. طيب الناس اللي بتمارس الرياضه في المنازل، في منهم بيلعب رياضه بشكل منتظم وبناء على وعي وادراك ومعرفه سابقه، وفي ناس بتمارس الرياضه بناء على غشوميه كامله مش عارفين لازم يعملوا ايه في الاول. فالناس دول تحديدا اللي بيمارسوا رياضه في المنازل ومش عارفين اليه سواء الاحماء او الرياضه نفسها، حضرتك تقول لهم ايه؟ النقطه دي مهمه، لان في اشخاص بيحبوا ان هم خلاص النهارده انا خدت قرار هلعب رياضه معينه، او ان انا النهارده في البيت عايز اعمل انقاص وزن شويه فهبدا اعمل تمرينات بالوزن الزايد اللي انا فيه بدون احماء وبدون تقويات، وهو العضله عنده زيرو، يعني ضعيفه جدا، يا دوبك هو بيتحرك الحركه بتاعته العاديه وفجاه هو عايز يمارس رياضه فيبدا يخش جامد جدا. اول حاجه بيحصل حاجه اسمها ماسل سورنس او تكون لحمض اللاكتيك في العضلات، وده بيضر بالعضله وخصوصا لو هو لعب بصوره غير منتظمه. عشان كده بنقول للاشخاص اللي هم ما مارسوش رياضه خالص وبداوا يمارسوا رياضه في البيت، تحاول انك تبتدي تدريجي وتعمل تمارين الاحماء من 10 دقائق لربع ساعه اللي احنا قلنا عليها في بدايه الحلقه. تحاول ان احنا بعد ما تخلص الرياضه بتاعتك تاخد شاور ميه دافي عشان تعمل تحسين الدوره الدمويه وتبدا تريح لي العضلات او حمض اللاكتيك اللي بدا يتكون في العضلات. هيبقى في الام في العضلات بسيطه لازم تبقى عارف كده، تحاول انك تشرب كميات ميه كافيه وتاخد كميه العناصر المهمه من التغذيه بتاعتك زي البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم من الحاجات المهمه جدا اللي بتغذي معايا العضلات وتمنع الاجهاد العضلي اللي بيحصل. ابتدي ب 10 دقائق ربع ساعه كتدريب اولي لمده اسبوع، ودرب كل اسبوع من 5 ل 10 دقائق زياده عشان ما تعملش اجهاد او اصابه لاي عضو في جسمك. دي من الحاجات اللي احنا لازم نقولها لاي شخص بيحاول ان هو يبتدي اي رياضه حتى لو في البيت. والوقتي طبعا اليوتيوب ما خلاش حاجه، ممكن في فيديوهات مع متدربين متخصصين هيعرفك طريقه التمرين، ما تجيبش الحركه لاخر المفصل عشان ما يحصلش اصابه على الرباط، في اوضاع مفاجاه ما ينفعش انك تعملها وانت بتتمرن، كل طريقه القفز او الارتقاء لان دي من الحاجات المهمه، الناس بتعمل نط حبل او جري في المكان، الانكل نفسه ممكن يحصل له اصابه نتيجه ان انا ما بعرفش وانا بنط بنزل ازاي، فبالتالي ممكن يحصل اصابات نتيجه الصدمات اللي ممكن ياخدها، الاربطه نفسها ممكن يحصل التواءات في الكاحل او اصابه في وتر اكيلس نتيجه ان انا خدت وضع غلط وانا بتدرب. دي كل الحاجات اللي ممكن تصيب الشخص اللي بيمارس رياضة في البيت. طيب خلينا نسأل حضرتك برضو في كذا ملف تاني، يعني مثلا حضرتك قلت دلوقتي احنا نبدأ الرياضة تدريجي، هل غلط ان انا مرة واحدة اوقف بقى؟ يعني خلاص انا كنت بتمرن ومرة واحدة هوقف رياضة مش هروح، زي ما حصل على فكرة الفترة اللي فاتت ناس كتير كانت مواظبة وفجأة الجيم قفل، فجأة قرار خلاص ما فيش حد هيروح الجيم فناس وقفت فجأة، وده أثر عليهم بشكل يمكن فكرة زيادة الوزن، بس هل هنا في مشكلة تانية ممكن ان هي كانت تحصل غير مثلا زيادة الوزن؟ خطر على النقطة دي مهمة، وده اللي ممكن كمان بيحصل بعيدا عن الكورونا والقعدة اللي احنا قعدناها في أي لحظة فعلا، الناس اللي بيحصل لها إصابات رياضية وتقعد في البيت. صح، هو صح. كان رياضي وما شاء الله العضلة عنده حلوة والدورة الدموية بتاعتها كويسة، اليوم قاعدة في السرير بتفقد القوة من 20 ل 30% من العضلات بتاعتنا،
فبالتالي بنيجي نبص ان احنا العضلات عندنا بيحصل لها ضعف سريع، الاوعيه الدمويه بتبدا تروح للعضله مغذيه كويس قوي وانا باكل بنفس القدره بتاعتي اللي كنت بحرق بيها، فبالتالي الوعاء الدموي بيغذي العضله ومفيش حرق، فتبدا ترمي حوالين العضله كميه الدهون. الدهون كمان مش بتبقى بره بس، بتبقى متخلله جوه العضلات، فبالتالي بتعيق بعد كده ان انا لازم اعمل مرحله اسمها مرحله التاهيل البدني، لان عشان لو عايز ارجع رياضه تاني هبدا ادرج الرياضه بتاعتي زي ما كنت بادئ في الاول خالص. ما اعتبرش ان انا حتى لو انا كنت رياضي ووقفت وبالتالي هبدا ارجع مره ثانيه، لازم ابدا ارجع تدريجي. الجهاز التنفسي بيبدا يقل في كفاءته، كميه الاكسجين او كميه التمدد بتاعه الرئتين اللي بيبدا يسحب معايا اكسجين هيبدا يقل نتيجه ان انا ما عدتش بعمل التمدد الكامل. زي ما احنا عارفين ان الرئه ثلاث درجات او ثلاث مراحل، المرحله الاخيره دي بتتمدد مع المجهود الزايد او ان انا امارس رياضه مخصوصه للموضوع ده، فبالتالي الامتلاء بتاعها ما عادش شغال بصوره كافيه، فبالتالي انا بشتغل بالثلث الاول والثلث الثاني فقط. كل ده بيحتاج ان انا لازم اخد خطوه ان انا ابدا برضو تدريجي عشان ما يحصليش اي اصابات ثانيه. طب لو حد دكتور عنده مثلا مشكله في العمود الفقري او البوستشر نفسه بتاعه، تقوس اكتاف، يعني مشاكل في الفقرات مثلا العمود الفقري، هل لازم يحلها الاول طبيا وبعد كده يبتدي يمارس الرياضه، ولا ممكن التمرينات الرياضيه تساعد على شفائه او على حل المشاكل دي؟ التقوس العمود الفقري موضوع كبير خالص، لان احنا زي ما احنا عارفين ان هو في غضاريف وفي اربطه وفي عظم وفي عضلات. طبعا الشخص اللي فيه عنده انحناءات ممكن يبقى الانحناءات دي انحناءات فيها لسه ليونه، بيبقى الطفل او الطالب لسه صغير في السن فممكن تتعدل معانا. افرض الشخص وصل لمرحله الانحناءات بقت عنده فيكسد مش موبايل، الفيكسد يعني خلاص العظم خد الوضع الانحنائي، فبالتالي انا لو حابب ان انا امارس رياضه مفيش مشكله ان انا امارس رياضه، بس ابقى عارف ان انا عندي مشكله في الجزء ده، فحاول ان انا ابدا اقوي الجزء ده اكتر، لان زي ما احنا عارفين ان الانحناء بيحصل نتيجه ضعف في بعض العضلات وتقلص او قصر في بعض العضلات، فبيحصل عدم اتزان او البالانس ما بين العضلات الاماميه والخلفيه، فيبدا يحصل الضعف ده. بالمناسبة يعني اسف للمقاطعة بس عشان النقطة دي ما تهربش مني، في بعض الأحيان بقينا نشوف مؤخرا على اليوتيوب فيديوهات لناس بتعالج النوع ده من التقوسات في العمود الفقري بشكل أو بعلاج يدوي. الناس اللي عارفة اللي بيشدوا الرقبة لورا شفتها اللي هي فجأة يعمل يعني الغلطة فيها بكارثة طبعا، بس منتشرة. دي نقطة مهمة، هو علاج يدوي موجود على مستوى العالم مش في مصر بس، بس في ناس بتعملها بشكل شعبي. ما هو دي النقطة، لازم ناخد بالنا انه لازم يبقى تحت اشراف طبي، لازم يعمله دكتور او متمرس او علاج طبيعي، لان احنا اللي بنشتغل عن طريق ان احنا بنحرك الفقرات بطريقة معينة بحيث نعمل جود الاينمنت، نبدا نعدل العمود الفقري بصورة سليمة. بس في حالات زي ما احنا قلنا بيبقى حاجة اسمها فيكسد، ان هو بدا يخش في مرحلة ان هو العظم نفسه بدا ياخد الشكل ده، بيبقى في تعديل بسيط بنعمله ان احنا بنبدا نعدله بس مش تعديل كامل. التحريك الفقرات او ان انا ابدا اطقطق الفقرات لو بطريقه معينه سليمه مفيد جدا، لو بطريقه خاطئه بيبدا يضر، لان انت ممكن تعمل حركه قويه جدا تقطع الرباط اللي ماسك الفقرتين ببعض، مع الوقت يحصل تزحزح فقري، الفقره بدات تتحرك اكتر على الفقره، او ان انت تعمل وضع غلط تزنق العصب فتعمل لك اصابه في العصب المسمع مثلا في الايد او في الرجل، ممكن توصل لشلل. توصل لشلل لا قدر الله. الناس اللي بتشتغل بيها شعب يقول لك احنا بنجيب نتيجه، احنا ما بنقولش لا، ان هو ممكن يصيب مع ناس وللاسف بيضر مع ناس، لان في ناس بتروح تجرب يطلع انا خفيت وبيبدا يعمل انا كويس، حالته كانت كويسه او مش متقدمه، فبالتالي في حاله ثانيه ممكن تروح للاسف بتسوء، او يبقى التحسن معاها مؤقت اسبوع او اثنين وتخش في مشاكل اكتر. احنا بالنسبه للانحناءات برضو نرجع للموضوع ده، ان الناس اللي عندها انحناءات نتيجه قعدتها في المكتب لازم تعمل تقويات للجزء العلوي. زي ما احنا عارفين ان كل واحد بيمارس رياضه معينه له تمرينات افضل ليه، زائد الاحماء العام، لان احنا زي ما احنا عارفين ان في احماءات عامه اللي احنا قلنا عليها في الاول، وفي احماءات خاصه ان الشخص ممكن يقوي جزء معين او يشتغل على جزء معين عشان هيمرن الجزء ده، او هو طبيعته في شغله بيشتغل بايده فلازم يقوي الجزء اللي فوق، بيشتغل برجليه فلازم يعمل تقويات للجزء السفلي، بيشتغل على ظهره بيوقف فترات طويله لازم يعمل تقويات للرقبه والظهر. كل دي مراحل لازم نبقى عارفينها، لان مش كلنا زي بعض وكلنا بنمارس شغلنا بطريقه مختلفه، فكل واحد بيبقى له طريقه في التعامل.
هي انواع الاجسام يعني ممكن مثلا شخص يبقى جسمه مش شرط يكون باين عليه ان هو رياضي، بس هو عضلاته مثلا بيبان عليها اكتر، يعني الاثنين بيروحوا الجيم في نفس الوقت وفي نفس المواعيد وفي كل حاجه ونفس الكم، ولكن ده بان عليه اسرع من ده، ده راجع لايه يا دكتور؟ دي النقطه دي مهمه. حلو، احنا قلنا في شقين، شق التمرين وشق التغذيه. طيب شق التغذيه لازم الشخص يبقى بيتغذى كويس جدا، ياخد كميه بروتين كافيه، ياخد كربوهيدرات نشويات كويسه قوي، ويوزع وجباته على مدار اليوم، في وجبه بتبقى قبل التمرين بساعتين، وفي وجبه بعد التمرين بساعتين، وفي وجبه قبل التمرين بساعه، وفي وجبه اسمها وجبه الاستشفاء بتبقى بعد التمرين في خلال من نص ساعه لساعه لازم يكون واخدها. دي حاجات مهمه عشان تحافظ له على التكسير العضلي اللي ممكن يحصل من يعني التمرين. يعني ياخد وجبتين قبل التمرين ووجبتين بعد التمرين؟ احنا عندنا افطار وغدا وعشاء اساسي، في وجبه اسمها وجبه قبل التمرين بساعتين، فانا لو هتغدى مثلا الساعه 5 هتمرن الساعه 7. تمام. بظبط ميعاد وجبه الغدا، او سواء ان انا بتمرن الصبح تبقى بظبط ميعاد وجبه الفطار قبل التمرين بساعتين. وفي وجبه اسمها بعد التمرين بساعتين، لو انا هتمرن ممكن اخلي الوجبه بعد التمرين بساعتين. في وجبه قبل التمرين بساعه عباره عن فاكهه او حاجات بسيطه عشان تديني السكر البسيط اللي يساعدني بالظبط. وفي وجبه بعد التمرين مباشره اللي هي وجبه الاستشفاء اللي بنديها نسبه حاجه اسمها هاي جلايسيميك اندكس، حاجه فيها طاقه عاليه بحيث انها تعوض نقص السكر عشان الجسم ما ياكلش من العضل عنده. دي الحاجات المهمه في التغذيه. التمرين بيختلف على حسب نوع التمرين اللي الشخص بيعمله. هل انا بمرن عضله عشان اعمل قوه وبلك وحجم كبير، ولا انا بحاول ان انا امرن عضله انها تعمل لي مجهود طويل في وقت طويل؟ فبالتالي الشخص اللي بيمارس ماراثون او مشي او جري مسافات طويله بتلاقي عنده العضله رفيعه خالص ورجليه رفيعه خالص. بس ما شاء الله بيمشي بيمشي كتير. هات حد كمال اجسام او بيشيل وزن عالي وقول له امشي اللي ده بيمشيه بنفس السرعه بنفس الطريقه، مش هيعرف. سبحان الله ربنا خلينا نوعين من الالياف العضليه في الجسم. النوع بيشتغل على الاوزان الزياده بيعملها في وقت صغير، ده بيدي بلك وحجم اكبر. والنوع اللي بيشتغل على الوقت الطويل بمجهود قليل، فده بيشتغل مع بيبقى حجمها صغير وما بتكبرش. لذلك احنا على حسب بقى نوع التمرين اللي انا بعمله. لو انا عايز ضخامه انا بشتغل بطريقه ان انا بشتغل بوزن ازيد عشان انشط الالياف العضليه اللي بتكبر لي الحجم العضله، بشيل وزن زياده في وقت صغير وبنزله، ما بفضلش ان انا اشيله فتره طويله. رقم اتنين، لو انا بقى عايز مسافات طويله ببدا امرن وزن خفيف تكرار كتير. التونينج الشد بتاع الجسم. جميل. اللي هو بقى انهي فيهم، العب بويت بوزن ولا العب من غير وزن؟ الاثنين بيزودوا التون. التون ده هو من الاستراكشر بتاع العضلات او من التركيب بتاع العضل ان يبقى فيه تون كويس. الشخص اللي مش ممارس رياضه بلاقي التون عنده ساقط، وخصوصا لو هو مش منتظم. لو انا مش منتظم على الرياضه بعمل مره وريح 3-4 مرات، فبالتالي البعد ما بين التمرينات يعني على الاقل انت ما فيش خالص. لو على الاقل بمارس رياضه يوم بعد يوم بيفرق جدا في موضوع ان انا احافظ على التون بتاع العضله او شكل العضله الاسطواني المظبوط. يعني يفضل يوم بعد يوم، يوم بعد يوم على الاقل، مش لازم مثلا 3-4 ايام ورا بعض وبعدين اريح. لا، على الاقل يوم بعد يوم. طب اللي مش بيمارسها ولا يوم تمام وقاعد وقت طويل من اليوم سايق، وقاعد وقت طويل من اليوم مكفي على جهاز كمبيوتر وبيشرب سجاير وبتعصب الناس دي تعمل ايه؟ اول حاجه يبتدوا اللي هي السلوكيات والعادات الخاطئه حتى في الوعاد وحتى في المشي. اول حاجه يبتدوا يشتكوا منها الرقبه والظهر، تنميل في الاطراف على طول، رقبه وظهر تنميل في الاطراف، وجع في الركبتين نتيجه ان العضلات بتاعتهم بدات تريح. احنا قلنا وسيله الدفاع الاولانيه ايه؟ العضلات. فلو العضلات ريحت يبدا الجسم يحمل على الفقرات والمفاصل والاربطه، تبدا تشتكي بقى ان الفقره دي الرباط بتاعها ضعف فبدا يتحمل عليه، بدا في اصابات. تقصد بالرقبه ايه؟ الرقبه نفسها ولا الترابيز؟ فقرات يعني الرقبه، تمارين الظهر الى حد العضلات اللي هنا بالظبط. تسميع في الدراعين، لا اللي في الاصابع بقى، الاضرار اللي بتحسها او الاوجاع دي، الاضرار اللي ممكن تحصل. على الاقل تمرينات بسيطه انك تعمل استطالات، لان انا لو مش بمارس رياضه في عضلات بتبقى قابله لانها تقصر، وفي عضلات بتبقى قابله انها تضعف. العضلات اللي قابله انها تقصر العضلات الخلفيه اللي هي مضاده للجاذبيه، عضلات الرقبه اللي بتبقى شغاله عشان ترفع الراس وانا قاعد، لان انا لو العضله مش شغاله بتلاقي راسك وقعت. فدي شغاله 24 ساعه، لازم على الاقل اعمل ليها استطالات، ابدا اعمل تمارين استطالات بسيطه بصوره ايوه استرتشات، نبدا نعمل استرتشات ليها بصوره مستمره حتى لو انا في البيت
وانا سايق وانا قاعد في المكتب. اتعلمنا كده دلوقتي نعمل مع حضرتك كده بعد كده بتكلم بجد والله. يعني دلوقتي احنا هنوري الناس بالظبط ازاي نعمل الاسترتش بتاع الباب. جميل. فضل. بنبدا ناخد الراس بصوره جانبيه لاماميه بسيطه عشان نبدا نعمل استطالات العضلات الجانبيه. يلا يا كريم انا معاك بالظبط جايلك نفس القصه. بالنسبه للناحيه الثانيه نفس الموضوع. يعني كم مره مثلا كده وكم مره الناحيه الثانيه؟ اقصى يمين واقصى شمال. اهم حاجه نثبت في الوضع من 20 ل 30 ثانيه. 20 30 ثانيه يعني تثبت على الوضع ده وهي مشدوده لمده شد الشد. بسيط اثبت عليه مش لازم أوكي. تشد للاخر تقول بقى عايز اجيب الايه الشد الكامل. بنبدا ناخد حركات دائريه للرقبه يمين وشمال هتساعدني ان انا ابدا اعمل العضلات اللي بتعمل لف يمين وشمال تبدا تعملها استطاله كامله. بنحاول نعمل تقويات ثابته ان انا ابدا اعمل زقه امامي بايديا بعمل مقاومه بالايدين وابدا ازق ونفس القصه للجنب ونفس القصه لورا. دي بعض الحاجات البسيطه اللي اي حد ممكن يعملها يساعد ان العضلات عنده يبقى فيها اتزان. ساعات بتحس ان في العضلات وكانها يعني بدور على الكلمه متليفه كانها ثابته على وضع معين او على وضعيه خاطئه نتيجه انعدام تام في ممارسه الرياضه والقعدات الغلط اللي بقول لحضرتك عليها. ده لازم بقى يبدا يتدخل لحد متخصص في العلاج الطبيعي يبدا يفك له التليف او التقلص اللي حاصل ده. لان للاسف مع الوقت هيضغط له على الفقرات ويعمل له مشكله. انا الحمد لله مش بشتكي دلوقتي بس مع تقدم الوقت هيظهر حاجه. ولو ظهر حاجه تعمل اشعه تبدا تعمل اشعه بقى رنين تعمل اشعه عاديه يبدا يظهر لك ان في ضغط في الغضروف المعين في عضله متقلصه لازم تبدا تريحها. دايما بنقول للاشخاص اللي هم عرضه للرقبه والظهر او مشاكل في الرقبه والظهر بصوره مستمره لازم تبقى من كل 6 شهور تعمل جلسات علاج طبيعي وقايه للحمايه كانك بتاخد فيتامينات. لان مع الوقت واهمال النفس واحنا بننساها بتلاقي العضلات بتتقلص فالموضوع ممكن يسوء. يبقى الوقايه دايما خير من العلاج. صحيح. احنا هنختم بقى بالجمله دي. ان شاء الله. نورتنا يا دكتور هشام. شكرك جدا دكتور هشام الوصيف استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه. وطبعا برضو الكلام مش هينتهي لان لسه احنا محتاجين نسمع من حضرتك اكتر. ان شاء الله تكون ضيفنا مره ثانيه. نسعد بلقائك مره ثانيه قريب ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا لوجودك معانا.